يلا تحياتي. تحياتي. مرحبا. مرحبا سي محمد. كنظن يمكن دابا حنا على المباشر ياك. داكشي باش فيسبوك. الوغ نبداو هذه المحاورة ديالنا. في البداية حنا فرحانين يعني حتى نستضيف سي محمد بالنسبة للمحاورة المنظمة من قبل البديهيات ماروك وماكبي وأيضا موقع موبخيس.كوم، وذلك بمناسبة صدور كتابه الموسوعي اللي هو هذا فلسطين ذاكرة المقاومات. سي محمد شاعر وكاتب وناشر، كتب أزيد من 40 كتابا يعني ما بين الشعر والنثر ودراسات الترجمات. للتعريف به يعني باقتضاب نقول عنه ما كتب عنه الشاعر قاسم حداد في مجلة الشعراء التي صدرت سنة 2006 من رام الله: سأرى إلى محمد بن الشاعر وهو ينزاح بشعريته عن النص ليصوغ تجربته في الآفاق المتصلة بالحياة، منطلقا من المغرب عابرا مشرق العرب ومتوغلا في الحلم الكوني الذي لا يختلف عن الشعر إلا في الدرجة. وقال عنه الشاعر الفرنسي وصديقه أيضا الذي توفي قبل أسبوع من الآن يعني برنارد نويل، إلى جانب أدونيس ومحمود درويش: أنشأ محمد بن نيس عملا لا يدين فيه إلا للبحث الصبور عن أصالته الخاصة ليصبح نموذجا داخل اللغة العربية، وقد أصبح الآن يحمل مستقبلا هو ما يجعل منه عملا تأسيسيا. شكرا سي محمد لأنك قبلت تدير معنا هذه المحاورة بمناسبة صدور هذا الكتاب الجميل الذي يوثق لذاكرة المقاومات يعني فيما يخص موضوع القضية الفلسطينية. ونبدأ معك مباشرة بسؤال: ما الدافع إلى اختيارك في هذا الكتاب يعني أن توثق ذاكرة المقاومات المرتبطة بالقضية الفلسطينية من خلال بعد ثقافي؟ فقد دونت مقاومات المثقفين والأدباء والكتاب وأنزحت عن مقاومة الساسة، وأقصد يعني وأدخل في الساسة أيضا رجال الدين ألو جيد ياك إيه لا تفضل. يعني السؤال: ما هو الدافع لاختيارك أن تدون مقاومات المثقفين والأدباء والكتاب وانزحت عن مقاومات الساسة ورجال الدين؟ الأخ سموني، أولا شكرا على الاستضافة، مرحبا. وأنا أقوم بهذا الحوار بكل اعتزاز لأنكم تمثلون طرف مهم على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي في مناصرة القضية الفلسطينية وفتح أفق أوسع للتعريف بها. في البداية اسمح لي أن قبل الإجابة المباشرة أوضح بعض النقاط البسيطة الأولية. أولا أريد أن أقول بأنني لا أسرق الكلمة من الفلسطينيين ولا أنوب عنهم. الفلسطينيون لهم كلمتهم في كل ما يعيشون سياسيا واجتماعيا بطبيعة الحال وثقافيا، وأنا إلى جانبهم بمحبة وتحية. إذن هذا العمل هو تحية ورمز ارتباط بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين، وأوجه بطبيعة الحال للفلسطينيين ولكل الذين يقاومون لصالح القضية الفلسطينية في العالم لأنهم موجودون في كل مكان. ثانيا، هذا النقطة هو أنه أن هذا الكتاب هو فعلا كتاب موسوعي. لماذا فكرت فيه أولا أن يكون موسوعيا؟ لأنني في البداية كنت أعتقد أنني سأضع فقط كتابا يجمع فيه ما كتبته عن فلسطين منذ أواسط السبعينيات، ولكن عندما جاءت صفقة القرن ورأيت يعني الخطاب المصاحب لهذه الصفقة أدركت أن يعني الوضعية الحالية لفلسطين والتي أصبحت فيها تتطلب رؤية أوسع مما كنت أتخيله في البداية.
لذلك رأيت أن الثقافة هي التي تمنحني هذه الرؤية الأوسع. ومن هنا قمت أولاً استرجعت القراءات التي كانت لي عن القضية الفلسطينية والأعمال الأخيرية، وفي نفس الوقت توجهت إلى باريس لأكون قريباً من مكتبة أوسع، وهي مكتبة معهد العالم العربي، وأكون إلى جانب المكتبات والأطراف التي يمكن أن تساعدني على وضع هذا الكتاب. لذلك فأن هذا الكتاب يوفر هذه الرؤية المتعددة للمقاومات التي عاشتها القضية الفلسطينية منذ الثلاثينيات من القرن الماضي حتى اليوم. ثم إن هذه الكتابات تتقاطع مع كتاباتي، حيث أن قمت بعمل إبداعي، لم أقم بوضع كتاباتي في مكان وكتابات الآخرين، لا، جمعت بينهما حسب المحاور التي أعطيتها للكتاب. واخترت من هذه الأسماء لأن هناك قراءات عديدة ويمكن أن تصنف العشرات من الكتب بخصوص الكتابات التي دعمت القضية الفلسطينية ودعمت مقاومتها وجعلت المقاومة كما أسميها متعددة وليست واحدة، سأقول لماذا. مثلا أعطي بعض الأسماء المهمة العالمية، لأن هناك الفلسطينيون طبعا وهناك المغاربة سأتكلم عنه، ولكن مثلا سيغموند فرويد، هذا يعني شهادته يعني قوية جدا، لأنه يعني كاتب عالم تحليل نفسي وهو يهودي. هناك ماكسيم رودانسون، هو أيضا رجل مهم ويهودي. جاك ديريدا هو أيضا يهودي. ثم لويس ماسينيو، هذا رجل مسيحي وله رؤية مختلفة عن الرؤية اليهودية ولا الإسلامية، ومهم أن نعرف هذه الرؤية، وخاصة أنها متطورة لم تكن جميلة. لأن ثم إيلان بابي، هذا إسرائيلي رجل مهم، وهو وضع شهادات يعني قام بإعادة الأرشيف، قراءة الأرشيف من يسمون بالمؤرخين الجدد، قول ما لا يقال. جيل دولوز، فيلسوف كبير من كبار الفلاسفة الذين قام بإعطاء شهادة كبرى على مذبحة صبرا وشتيلة وياسر عرفات. جون جوني، يعني من كبار الكتاب في القرن العشرين الذي ارتبط بالقضايا العادلة الكبرى في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. جيمس بالدوين، هذا الكاتب الزنجي الأمريكي. وهناك كاتب حقيقة لم أكن أعرفه، ولكن تعرفت عليه 2019 عندما صدر كتابه، وهو يوري إيزنسبرغ. هذا رجل يقدم لنا شيئا جديدا في قراءة الصهيونية، وسأتكلم عنه لاحقا. ثم شلومو ساند، هذا رجل هو الآخر فتح نافذة على كيف أن أمريكا أغلقت أبوابها في وجه اليهود بعد الحرب العالمية الثانية. ثم له كتاب أيضا مهم عن اختراع الشعب اليهودي، الذي هو في حقيقة الأمر ليس شعبا متجانسا. ثم أشيم بامبي، هذا من جنوب إفريقيا، رجل عظيم، وعندما قارن بين الأبرتايد جنوب أفريقيا وإسرائيل، وجد أن جنوب أفريقيا كانت دولة ابتدائية بالمقارنة مع هذا. وهناك كما ستيفان هاسيل، وهو من كبار القانونيين والناس الذين كانوا في الأمم المتحدة عندما تم الاعتراف بإسرائيل، وبرنار نويل، هذا الرجل الكاتب الكبير، وهو من أهم كتاب نهاية القرن العشرين، وكان له مواقف
الكبرى ثم شومسكي كما نعلمنا. هؤلاء الكتاب يعطونا فكرة عن ماذا أقصد بالبعد الثقافي وما ماذا أقصد بذاكرة المقاومات بالجمع، لأنه لم تعد هنا مفهوم المقاومة فقط مقاومة مسلحة أو مقاومة سياسية، لا، هناك مقاومات متعددة، وهذا ما أريد أن أركز عليه. هذا ما أحاول أن فيما هو أن البعد الثقافي للمقاومة أصبح من ضروريات العمل. إذن هذا العمل الإبداعي وهذه المقاومة بالجمع هي كلها استدعاها ما سميته اسم فلسطين، وضعية اسم فلسطين اليوم. هو واسمح لي أن أقرأ، لأن أنا هذا هو اللي يعني جعلني أشعر ب سميت هذه التقديم إن شئتم للكتاب اسمك فلسطين، لأن المشكلة الاسم الآن رهان كبير، ونعلم حتى في السنة الماضية جوجل قامت بحذف اسم فلسطين من خرائطها، إذن مشكل كبير. إذن أكتب في البداية بودي لو أخط كلمة واحدة فلسطين في كتاب أوراقه لا نهاية لها، بودي لو أستمر في كتابتها يوما بعد يوم، ثم يستأنف كتابتها أحد ممن سيأتون من بعدي، ولا تتوقف الكتابة جيلا بعد جيل، كلمة هي مبتدأ الكلام وهي منتهاه في آن، شطحة أكاد أقول أوسع من رغبة وأبعد، كلمة واحدة فلسطين بالمداد الصيني الأسود فوق ورقة بيضاء تنتهي لتبدأ باستمرار، كلمة تتكرر إلى ما لا نهاية، كأن جميع الكلمات هي كلمة واحدة هي فلسطين، بيد تتبدل من لغة إلى لغات. وماذا لو قلت إن هذه الشطحة وارد نزل علي من حيث لا أعلم، لكنه ينطق بما أحس أنه الأقصى في الكلام عن فلسطين اليوم. إذن الاسم اسم فلسطين هذه معركة حقيقية، ولذلك فإن الذي يعطي البعد التاريخي، البعد القانوني، البعد الحضاري لفلسطين هو الثقافة. من هنا أجد أن العمل الثقافي هو عمل يحتاج منا إلى أولاً الانتباه إلى فاعليته، ثانياً التفكير في هذا العمل الثقافي الذي للأسف الشديد يعني منذ فترة طويلة لم يكن النضال من أجل فلسطين ينتبه دائماً إلى هذا البعد الثقافي. نعم، تجرني من خلال قراءتك لهذه المقدمة التي عنونتها باسمك فلسطين إلى السؤال الثاني الذي يعني كنت أود أن أطرحه. يعني بعد هذا قضية الاسم تطرقت يعني إلى كتابات يعني مجموعة من اليهود أو حتى الصهاينة في القرنين 19 و20 التي تدعو إلى إنشاء دولة أو أرض اليهود. نعم. اختيار أظهر يعني الحيرة في اختيار فلسطين كأرض دولة اليهود منذ البداية من قبل أعداء الحركة الصهيونية أنفسهم. بماذا يفيدنا يعني هذا العود لما خطه كتاب الحركة الصهيونية حول ما يسمى دولة اليهود؟ هذا سؤال مهم. أولا هناك مشهد صاحب روما والقدس، وهو كتاب صدر في شكل رسائل سنة 1862. أهمية هذا الكتاب هو أن
أن هاد موشي هيس كان إلى جانب ماركس وإنجلز، وكان له تفكير في القضية اليهودية ضمن المشروع الأممي للماركسية، ولكنه تحول عن هذه النظرة الكونية لحل المسألة اليهودية عندما رأى أن إيطاليا حصلت أو وصلت إلى الوحدة في 1860، ورأى أن الحل بالنسبة لليهود هو إنشاء دولة يهودية في فلسطين. إذن هذا 1862، بعده بعشرين سنة وفي مكان آخر هو ليون بينسكر، هذا روسي كان نشر كتابه تحذير يهودي، يعني لانعتاق الذاتي، تحذير يهودي روسي إلى إخوانه اليهود في العالم، بعد أن وقع الهجوم على اليهود من طرف المسيحيين في روسيا واتهموهم بقتل القيصر، وكان هذا المذبحة التي تعرضوا لها سببا في كون بينسكر لم يعد يقتنع بالحل الديمقراطي وحل داخل المجتمع الروسي. ثم بعدهما أتى في 1896 تيودور هرزل بكتابه دولة اليهود. بالنسبة لبينسكر وهرزل كان لهما مشروع يختلف عن مشروع موشيهيس. هذا ما فسره إيزلزبرغر. ماذا وقع؟ أن هناك تياراً، التيار الذي كان يقول بالصهيونية الترابية، هذا هو المشروع ديال بينسكر هو وتيودور هرتزل من بعد، بمعنى أنهما كان لهما رؤية حديثة غير مرتبطة بالنظرة التلمودية، بالفكرة التلمودية القديمة، والتي كان من أكبر المنظرين لها والعاملين عليها هو الشاعر الأندلسي أبو الحسن، هذا مهم هذا الاسم، أبو الحسن يهودا بن صموئيل اللاوي، الذي له كتاب شهير سميته الكتاب الخزري، وفي نفس الوقت له أناشيد صهيون. إذن مشروع هرتزل وبينسكر يختلف، بحيث كان في البداية يريد فقط البحث عن مكان يتم فيه جمع هؤلاء المضطهدين، ليس جميع اليهود في العالم، لا، فقط المضطهدون يتم الجمع، ولكن بوضعية قانونية وليس بوضعية قوية، لا يعني يكون لهم إطار قانوني يتم الاعتراف بهم كمجموعة. ولذلك إذا سمحت بالنسبة لهرتزل مثلا، فكان مشروع الأرجنتين مشروع سيناء العريش، أفريقيا الجنوبية، الموزمبيق، الكونغو البلجيكي، طرابلس الليبيا، العراق، قبرص، الأناضول، أوغندا، وبقية فلسطين. هو كان مضاد لفلسطين، وكان يعني في المرحلة التي زار فيها
فيستين للقاء بالقيصر الألماني، هي لأول مرة زار فيستين وتأثر، ولكن هذا التأثر لم يجعل منه إنسانا متشبتا بالفعل بفلسطين. كان يومه إنشاء دولة حديثة ليس لها علاقة بالدين، ليس لها المرجعية الدينية الصهيونية الاستعمارية التي قامت باستيطان فلسطين. إذن لم يكن له، رغم أنه عمل بطبيعة الحال ومذكراته يعني تعطينا جميع التفاصيل عن الأعمال التي قام بها من أجل دعم الفكرة اليهودية والصهيونية ودعم الذين يهاجرون إلى فلسطين. هذا الرجوع لهذه الكتب أنا بالنسبة لي كان مفيدا جدا، وينبهنا على أن الفكرة الصهيونية هي فكرة متشعبة وتحتاج لهذا البعد لفهم هذه التيارات والاختيارات. ومتى تم الموافقة أو تقرير على فلسطين، يعني الاتفاق، لأن كان الحديث على أوغندا حديث متقدم جدا، ولكن في سنة 1905 بعد وفاة هرتزل بسنة عقد المؤتمر في بال، وهناك التيار الروسي يعني اليهود الروس هم الذين قرروا وجعلوا اختيار فلسطين لا رجعة فيه. إذن هذا التاريخ المعقد نحتاج إليه لنفهم هذه الفكرة كيف تولدت وكيف تحولت من الصهيونية الترابية إلى الصهيونية الاستعمارية من ناحية، وكيف تحولت من فكرة ضمن الأممية التي يكون بها ماركس وإنجلز إلى القومية كما نظر إليها موشيس. إذن كان العودة إلى هذه الأعمال بالنسبة لي ضرورياً، رغم أنني لم أفصل في هذا والحديث في هذا الموضوع طويل جداً. نعم، يعني اخترت يعني في هذا الكتاب الموسوعي ثلاث كتاب من المغرب بالإضافة نعم. إليك أنت بطبيعة الحال، وهم الخطيبي والهروي وإدمون عمر المالح. نعم. يعني لماذا اختيار هاد ثلاثة الكتاب دون غيرهم من باقي الكتاب المفكرين؟ أولاً عبد الكبير الخطيبي وضع كتاب معروف حول الحمى البيضاء، فوميتو بلونكو، وكان ذلك سنة 74، وهو الذي قام بنقد اليسار الأوروبي القضية الفلسطينية ونقد اليسار الأوروبي، وترجمته أنت فقلته أنت للعربية جون فورسات. ولهذا يعني ليس فقط أتيت به، ولكن أهديته هذا الكتاب وضعت الإهداء. عبد الله العروي رجل مفكر، وكان له قراءة واضحة وجيدة سنة 68 في العدد الخاص الذي أصدرته آنذاك مجلة أنفاس على القضية الفلسطينية. ثم هناك إدوان عمر المليح، رجل كاتب كبير مغربي ومناضل من أجل القضية الفلسطينية ومعتز بانتسابه العربي وثقافته العربية. ولذلك فإن أنا اخترت هؤلاء الثلاثة لأنني من المغرب، وأعطيت هذا نقول بين قوسين هذه النافذة المغربية ليكون حضور المغرب في هذا الكتاب من خلال أسماء كبرى ثقافية، وكل واحد منها قدم عملا مكتوبا دراسة محللة يعني عبارة عن كتابات إلى آخره، فمن هنا كان هذا الحضور. نعم. آه
بطبيعة الحال يمكن لكاتب آخر من دول عربية أخرى أن يقدموا أسماء عربية أخرى، وأنا لا أريد الدخول في هذا في كثرة الأسماء. نعم، هذا يعني كان هو ما يدور بذهني، يعني سؤالك أيضا لماذا أنه عندما نتصفح يعني الكتاب إن صح التعبير ذاكرة المقاومات التي وثقتها نجد مفكرون يعني أوروبيون، وأيضا هل 3 كتاب المغاربة، وأغلب ما يوجد في هذا الكتاب هو من الفلسطينيين، يعني نعم. لم تختار لا مفكرين تونسيون ولا مفكرون من دول عربية أخرى. لا، لأن مهمتي أنا أعتبر هذا الكتاب إذاعي بدأ أولاً. نعم. وإذا كنت لا أتكلم باسم الفلسطينيين ولا أنوب عنهم، فأنا لست لمؤرخ القضية الفلسطينية ولا المقاومة. أنا واضح. كاتب شاعر مغربي متعلق بفلسطين مثل الآخرين، مثل المغاربة، جميع المغاربة، أفترض أنهم جميع المغاربة يتعلقون بفلسطين، وهذه تحية. لذلك أنا لا أريد أن أخرج عن هذا الإطار، خاصة أن جميع أعمالي كانت بهذه الصفة. هذا البعد عندما اشتغلت على أي شيء أعطيني المغرب مكان الحضور لأنه بلدي، وأفتخر بأنني مغربي مع المغاربة الذين كانوا إلى جانب فلسطين. وبطبيعة الحال هناك مناضلون أعطوا الكثير. إذن وجود هؤلاء الكتاب إلى جانب الفلسطينيين كان ضروريا. الفلسطينيون الذين اخترتهم كذلك اخترتهم بعناية شديدة. أولا جعلت بداية الكتاب ونهايته لمحمود درويش، بل وضعت فصلا خاصا بمحمود درويش بعنوان سيد الضوء محمود درويش، لما كان بيننا من صلات ولما كتبت عنه، لأنني كتبت عنه أشياء كثيرة. ولكن في نفس الوقت هناك إدوار سعيد. إدوار سعيد أنا عندما كنت مع عبد الكبير الخطيبي في الولايات المتحدة، قمنا بزيارته في مكتبه في الجامعة، وكان آنذاك يعني كتاب عبد الكبير الخطيبي أصبح معروفا في أكثر من مكان، وهو معروف، ولذلك كان الحوار عن فلسطين حاضرا بيننا، وهو من الكتاب الكبار، وأنا أحب ما يكتب وما كتبه عن فلسطين شيء كبير جدا. إذن إلى جانبهما هناك مجموعة من الكتاب. ورمزيا أيضا وضعت مفكرا فلسطينيا قريبا إلى نفسي، وهو هشام شرابي، الرجل الذي عاش تجربة حقيقة عميقة منذ شبابه الأول، وأتيت بنصوص جميلة جدا ومدهشة، وكيف يوثق بموضوعية عن كيف عاش القضية الفلسطينية حتى آخر حياته. إذن الكتاب الآخرين هم روائيون، شعراء بطبيعة الحال، وأيضا مفكرون ومؤرخون. لا يمكن هنا أن أستعرض جميع الأسماء، ولكن أشير مثلا لاسم كمال العسلي. هذا كمال العسلي كنت تعرفت على اسمه منذ سنوات، ولكن في غير اللغة العربية، يعني هو يكتب بالإنجليزية وله ترجمات في الفرنسية، ولا أعرف له، وله بعض الأشياء مترجمة للعربية، ولكن أنا لم أستطع الحصول عليها. إنما هذا رجل يكتب عن القدس، اختصاصه هو مدينة القدس، فهو رجل عميق وعارف ومتفتح، ويستطيع أن يكلم الغرب والغرب يكلمه، وهذا مهم
بالنسبة للقضية الفلسطينية. من العرب من خارج الفلسطينيين وضعت اسماً واحداً وهو إلياس خوري. إلياس خوري لأنه بالضبط لأنه نضل إلى جانب الفلسطينيين في الحرب اللبنانية، كان مع الفلسطينيين، ثم كتاباته تكاد تكون كلها عن فلسطين والقضية الفلسطينية. فهذا أردت أن أولا لمكانته ولقيمة كتابته، ولكن أردت أن أحييه، وبطبيعة الحال بيننا هذه الصداقة الممتدة دائما من خلال فلسطين ومحمود درويش ومن خلال الكتابات التي نقوم بها بطريقة متبادلة. هذا هو إذا شئنا الأسماء والجو العام الذي أعطيته لهذه الأسماء الحاضرة في الكتاب. وإذا سمحت بالنسبة للكتابات ممكن أن نتكلم من بعد عنها، لأنها موجودة حسب الفصول في هذا الكتاب. ولا أنسى أن أذكر بأنني بما أنه قلت أن الكتاب هو عمل إبداعي، وقلت إنه على غير مثال، بمعنى أنه لا يمكن لا كتب السابقة ولا غير هذا الكتاب يمكن أن نجد فيها الصيغة التي وضعتها للكتاب. إذن فهو كتاب يجمع بين الشعر، بين النثر، بين الشهادة، الرسائل، يعني صياغ متعددة، والدراسة بطبيعة الحال والبحث والوثيقة. إذن هذه كلها جمعتها في هذه اللي سميته العمل الموسوعي، ولو كان عمل موسوعي رمزي، لأن العمل الموسوعي الفلسطيني هو عمل ضخم يمكن أن يكون مفتوحا. وهناك بطبيعة الحال الموسوعة الفلسطينية التي قام بها آخرون، مفكرون، مؤرخون، علماء فلسطينيون كبار. بطبيعة الحال يعني هذا كتاب يعني كما قلت إبداعيا في الدرجة الأولى، وتشعر في عندما تقرأ يعني فصوله بأنه مخطط له بشكل جيد، وتخرج بخلاصة يعني بفكرة كما نقول مخيطة بالدارجة العربية، يعني كاين الفكرة مخيطة من تقديمه إلى المقالة يعني باش ختمتي هذا الكتاب، وأيضا الخاتمة الأخيرة لمحمود درويش وهو يتكلم عن قطع الطريق. يعني سأقطع هذا الطريق، يعني يتكلم عن طريق معلوم، لأن الطريق طويل، هذا لأن الطريق طويل، ومن يتوهم أن الطريق فلسطين قصير فهو لا يدرك صعوبة هذا الوضعية الاستثنائية لاستعمار لا يشبه الاستعمار الذي نعرفه في العالم. نعم، يعني كتبت في هذا الكتاب أيضا بعد من تجربتك الخاصة ووعيك يعني الشخصي بالقضية الفلسطينية. نعم. كيف يمكن بالنسبة، أنا طلعت على الكتاب وقرأت هذه التجربة وطلعت على بعض منها أيضا في الموسوعة التي خرجت بالخاصة بمجلة الثقافة الجديدة التي كنتم تشرفون عليها، لكن كيف في رأيك يمكن أن تقول لمن يتابعون الآن كيف أثرت يعني القضية الفلسطينية في تشكل الوعي النضالي لك شخصيا ولليسار يعني بشكل عام في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي؟ أنا يعني أول ارتباط لي بالقضية الفلسطينية هو بعد هزيمة 67. كانت صدمة كبرى، صدمة ما جاء بعدها لا يشبه في شيء ما كان سابقا عليها. لأن من قبل كانت الأفكار القومية، كانت الأفكار يعني العامة النضالية، ولكن الصدمة كانت قوية جدا بحيث جعلتني أراجع شيئا فشيئا كل ما اكتسبته حتى ذلك الوقت، وأدركت أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية
وليست قضية مثل القضايا الأخرى، قضايا الشعوب كما ذكرت قبل قليل، يعني استعمار عادي، يعني مسألة الاستعمار. ثم أيضا الهزيمة ليست عادية، ليست عادية، لأن الخطاب القومي الذي كان منتشرا حول القضية الفلسطينية وحول فلسطين كان خطابا عاجزا عن الوفاء بالالتزامات التي كان يقدمها للفلسطينيين ولغير الفلسطينيين من العالم. لذلك فأنا انطلق وعي، وكنت آنذاك سنة قبل البكالوريا سنة 67، وفي 68 ذهبت إلى باريس في الصيف، ووجدت تراث الشبان آنذاك تراث معي، ويعني انعكاس حتى القضية الفلسطينية داخل باريس. وعندما عدت كانت الجامعة، وفي الجامعة الحركة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كان يجعل من القضية الفلسطينية محورا من المحاور الكبرى. وهكذا انخرطنا في وقت بدأ الأدب الفلسطيني يتشكل شيئا فشيئا، والثقافة الفلسطينية، لأنه لم يكن هناك أشياء كثيرة، ولكن الأعمال بدأت تظهر، وبدأت المجلات والصحف تصلنا. وهكذا كان اتصالي بعبد الكبير الخطيبي، عبد الكبير الخطيبي سنة 1970 في خريف 1970، أظن إما نوفمبر أو ديسمبر، أرسل لي يعني صديق من أصدقائي يبحث عني في الكلية، وأخبرني بأن عبد الكبير الخطيبي يريد أن يلتقي بي. وهكذا توجهت إلى الرباط، وكان محور الحديث بيننا هو فلسطين، وقد طلب مني أن أساعده في جمع مجموعة من الوثائق ليكتب كتابه الذي فوميتو بلونكو. إذن كانت بداية الصداقة بيننا هي فلسطين، واستمر العمل بيننا واستمرت الصداقة. إذن فلسطين أنا أعتبرها ليس على مستوى شخصي، ولكن على مستوى البنية العامة. أولا للثقافة العربية كانت رجلة كبرى، ثم رجلة كبرى داخل اليسار العربي، ومنه اليسار المغربي. ولهذا تأسست حركة جديدة انطلاقا من الموقف من القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية. فنحن نعلم أن تلك المرحلة كانت إما مرحلة الاتحاد السوفيتي أو مرحلة الخطاب القومي، وهما معا كانا قاصران في يعني التضامن وفهم القضية الفلسطينية والارتباط بالثورة الفلسطينية. لذلك لا شك أن هذا العنصر كان له دور فعال في إنشاء الحركة اليسار الجديد في المغرب، يسار الجديد، سواء في الأمام سواء 23 مارس. طبعا أنا لست مؤرخا، المؤرخ والذي يمكن أن يكتب عن الأشياء بطريقة موضوعية، ولكن أنا أقول ما عشته وما عرفته. فنحن جميعا في الجامعة بجميع التيارات كانت القضية الفلسطينية حاضرة، لكني كنت منذ تلك الفترة أشعر شيئا فشيئا بأن البعد الثقافي، وإذا شئنا البعد الحضاري، هو الذي ضروري أن أنتبه إليه. أنتبه إليه لأن القضية الفلسطينية بدت لي آنذاك معقدة أكثر مما كنت، وكانت
اتصالاتي مع الأصدقاء الفلسطينيين، لأنني من بعد أصبحت لي علاقات مع كثير من الفلسطينيين، كتاب سياسيين، ولكن بصفة عامة كتاب وفنانين. وهذا وسع من معرفتي بالقضية الفلسطينية، وأيضا قراءاتي سواء الثقافة العربية، أو كما قلت من قبل أن هذا يهودا اللاوي، يعني أبو الحسن هذا الشاعر، هذا هو أندلسي. ونعلم أن الأندلس لها حضور كبير وكبير جدا في تاريخ القضية الصهيونية، ولابد أن ننتبه إليها، والقضية اليهودية بطبيعة الحال، لأن كان اليهود أول مطرودين من الأندلس، ثم تبعهم المسلمون، وهذا الطرد جعل سواء اليهود أو المسلمين يتوجهون إلى كثير من البلدان في البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط، وجاء إلى المغرب عدد كبير سواء من المسلمين أو اليهود، وكذلك الجزائر، تونس، إلى آخره. ومجموعة كبرى من اليهود ذهبت إلى تركيا. تركيا كان لها، يعني اليهود لهم حضور قوي في تركيا، ومجموعة ذهبت إلى روسيا. هذا إذن هذه النظرة الموسعة التي نقلتني من الزمن الحاضر ومن 67 ومن إنشاء إسرائيل إلى شيئا فشيئا أفتح النظرة على ما هو أوسع، هو الذي دائما جعلني أرتبط بالبعد الثقافي. وأقول دائما للإخوان المناضلين، يعني الذين يقومون بالعمل السياسي أو التضامن المادي، دائما أقول انتبهوا إلى البعد الثقافي، انتبهوا دائما إلى البعد. للأسف هذا البعد مهمل، لأن نحن بصفة عامة العالم العربي الثقافة تأتي في النهاية، أو ربما ليس لها حتى المكان، ولهذا نظرتنا لم تتغير لحد الساعة من ما هو محدود، ما هو محدود إلى أفق أوسع. عندما أقول ما هو محدود، أقصد كثير من المعاني التي تعطى لفلسطين، ولكن عندما ننظر إلى البعد الثقافي وما سميته هذا التعدد في المواقف وفي الكتابات، والأبعاد التي تأخذها القضية الفلسطينية، نفهم أن الإسرائيليين والصهيونية العالمية ليس لها بعد واحد في العمل، وهو العمل السياسي، وهو العمل إنشاء إسرائيل. لا، لها أبعاد ثقافية متشعبة موجودة في جميع المجالات، في مجال الكتاب، في مجال الصحافة، في مجال الأعمال الفنية، في السينما، في الإذاعة، في التلفزيون، يعني في كل مجال. وهذا الحضور للأسف، أنا لا أريد المقارنة، لا أريد المقارنة على الإطلاق، ولكن أقول لننتبه إلى هذا البعد الثقافي. وأنا أتمنى أن يكون هذا الكتاب دافعا إلى الاهتمام، وأن يقرأ بهدوء، لأن هذا كتاب لا يقرأ بسرعة، يعني لا ننتبه لكثير من التفاصيل، ولكن الهدوء سيجعلنا ننظر. وأتمنى أن يفتح حوار معرفي، هذا ما أتمنى. أنا الهدف هو خلق حوار. كنت، اسمح لي في هذه النقطة،
عندما أعلنت صفقة القرن كان الصديق إلياس خوري اتصل بي في مجلة دراسات آنذاك، دراسات الفلسطينية، تخصيص عدد خاص بصفقة القرن. وآنذاك تكلمت وقلت أتمنى أن يكون هناك على الأقل لقاء رمزي للمثقفين من جديد كي يناقشوا القضية الفلسطينية. للأسف هذا شيء لم يتم. ثم جاءت يعني الكارثة كورونا وكارثة انفجار بيروت وبعد أزمة والحروب في العالم العربي، يعني لم يترك للثقافة أي حد من أجل أن يلتقي مثقفون ولا حتى أن يفكروا في اللقاء. وأنا أعتقد أن هذا مستعجل، ولكن متى لست أدري. أريد يعني أن أقف معك أيضا عن تجربة الخطيب في كتابته عن القضية الفلسطينية واليسار الأوروبي، خاصة في ذلك الوقت، يعني في زمن السبعينيات، بداية السبعينيات، والذي جعل يعني أظن بأنه لأول مرة أن يصدر صوتا من مفكر مثل يعني قامة الخطيبي، ويتكلم على القضية الفلسطينية من خلال زاوية أنها قضية إنسانية وليس قضية ينظر لها فقط من زاوية العروبة والقومية. نعم. يعني نريد أن نقف كيف يعني رأيت الخطيبي وموقفه، وكيف هي الارتدادات التي عرفها الوسط الثقافي في ذلك الوقت عندما صدر كتابه حول القضية الفلسطينية واليسار الأوروبي، وهل كان يعني بعض الأصوات الثقافية أو حتى السياسية في المغرب التي اندمست أو لا انتبهت لي طرح الخطيبي بأن قضية فلسطين أولاً إنسانية قبل أن تكون قضية عروبة وقومية؟ من الأشياء الجميلة التي كانت عند الخطيبي مثلاً فيما يخص العروبة، كان له تعريف جميل وكنت معجباً به. يقول العربي هو من يقول أنا عربي، انتهى الكلام. لا مسألة عرق ولا مسألة أداء ولا مسألة قومية ولا أي شيء. كل شخص يقول أنا عربي فهو عربي. إذن أداء بهذا المعنى هو كان يرتبط بالقضية الفلسطينية والقضايا نقوله تحضرية من زاوية فكرية، من زاوية فكرية، لأنه أنا ذاك لم يكن لم يعد موجودا في الحزب الشيوعي المغربي. هذا الكتاب كما قلت في البداية يعني كان طلب مني مجموعة من الوثائق الصحفية الفلسطينية، لأن كنت أجمع وما كان لدي جمعت أشياء أخرى لنسلي. وعندما صدر الكتاب أنا شخصيا تأثرت به كثيرا، لأن كان أول صوت عربي آنذاك فيما أعلم يخاطب الغرب، ولا يخاطب الغرب فقط، يخاطب اليسار، لم يخاطب اليمين. هذا هو الشيء المهم والجديد في كتاب الخطيبي، هو مخاطبة اليسار وتوجه لكبار اليسار، وكبرهم آنذاك جون بول سارتر، دموع جون بول سارتر. إذن هذا كان يعني ونشر الكتاب بفضل صديق صديق الخطيبي كريستيان ديزيزويت، لا كوليكسيون ديزيزويت، وكان له صدى كبير في فرنسا أولا، وحاربه الصهيونيون بقوة وشراسة، لدرجة أن الكتاب انتشر وانتهت الطبعة، فوجد الناشر نفسه يعني محرجا من إعادة الطبع، لذلك قام بإعادة طبعه في المغرب. هذا الكتاب قام عبد السلام بن عبد العالي، وأنا أشكره لذلك، بترجمته إلى اللغة العربية، وكان له صدى كبير في اللغة العربية في الفترة
التي قمنا فيها كجماعة كما جماعة لترجمة أعمال عبد الكبير الخطيب إلى اللغة العربية. و ترجمت أنت كتاب باسم العربي الجريح في ذلك الوقت. نعم، أنا ربما في البداية أنا قمت بالاسم، هو طلب مني، هو الذي طلب مني أن أترجم الاسم العربي الجريح، وهذه قصة طويلة. ولكن أيضا عبد السلام بن عبد العالي، والمحيط الذي كان يحيط بعبد الكبير الخطيبي هو كان مجموعة من الشبان آنذاك نوعين، لهم أفكار جديدة أو يبحثون عن أفكار جديدة، والخطيبي كان يمدنا بهذه الأفكار الجديدة، سواء على مستوى يعني النقد المزدوج، هذا المفهوم، هذا المفهوم الذي قام بنحته وهو مهم في هذه المرحلة، لأنه خرج من مرحلة النقد إما للتقليد وإما للغرب أو الاستعمار، لا، هو جمع بين الطرفين، وهذا كان مفيدا جدا في فتح أفق لطريقة التفكير في قضايا المغرب والعالم العربي والثقافة العربية، وأيضا بطبيعة الحال الثقافة الشعبية التي اهتم بها كثيرا، وأكثر من هذا الجسد، ثقافة الجسد ولوسين الدليل. إذا هذا الكتاب أظن كان له تأثير في مجموعة من المثقفين الشبان آنذاك في المغرب، ولكن كان له حضور كبير خارج العالم العربي. أنا كنت أتتبع يعني في أكثر من مكان، سواء في بيروت أو في القاهرة، في تونس إلى آخره، كان لهذا الكتاب مكانة عالية، لأنه بالفعل كانت فيها واحد الجرأة وواحد الوضوح، هذا كان شيء مدهش أن يكتب كاتب عربي بهذا الوضوح آنذاك فيما يخص نقد اليسار الأوروبي، وليس فقط نقد الذات، يعني الجانب العربي. لهذا أنا أعتبر أن هذا الكتاب هو بالعلامات الكبرى في ذاكرة المقاومات للمشروع الصهيوني، وأظن لحد الساعة هذا الكتاب هو مرجع لابد أن نعود إليه، ولم يستطع الزمان أن يقوم بمحو ما أتى به في هذا الكتاب. نعم، وهذا بطبيعة الحال وما دفعك في سنة 2021 أن تهدي كتابا آخر حول موضوع فلسطين لعبد الكبير الخطيبي في معلوم. يعني كحيدة. معلوم، وهو يستحق ذلك، لأن يعني هذا تحية كبرى له ولصداقتنا ولهذا الإخلاص لفلسطين، وأعرف أنه كان رجلا مخلصا جدا لفلسطين، و وأضاف أشياء جديدة، رؤية جديدة للقضية الفلسطينية. لابد أيضا يعني أن نتجاوز، أو لابد أن نقف أيضا يعني معك سي محمد عن تجربة الثقافة الجديدة. نعم. المجلة التي أطلقت رفق الراحل مصطفى المسناوي، التي كانت مجلة تنادي يعني بالخروج عن التأويل التقليداني للثقافة في ذلك الوقت، لا المجال يعني للحديث عن كل ما أنجزته هذه المجلة التي منعت سنة 1984، لكن هل يمكن لنا أن نركز يعني في جوابك بطبيعة الحال عن التفاعل الذي كان في ذلك الوقت بين الثقافة الجديدة والنضال الثقافي الفلسطيني؟ هذا الجانب كان حاضرا بصياغ مختلفة. أولا التبادل بيننا وبين مجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا ينشرون في المجلة، مجموعة من الكتاب نشروا، أو بعض الكتاب المرتبطين بالقضية الفلسطينية.
ولكن المجلة قامت سنة 82 على إثر غزو إسرائيل لبيروت بنشر ملف بيروت. وهو كان يعني عن بيروت ولكن فيه حضور قوي للقضية الفلسطينية، بما أن يعني حرب بيروت وغزو بيروت كان بالنسبة لإسرائيل هو محاولة القضاء على المقاومة الفلسطينية. هذا وفي هذا الإطار جاءت حتى يعني مذبحة شتيلة. إذن هذا العام ثم لاحقا عندما منعت المجلة في المغرب في 25 يناير 84 كان محمود درويش يعني صاحب مبادرة حيت عليها أنا ذاك ودائما أحييه، وهو أنه كلمني وكان موجودا في تونس وأخبرني برغبته في استضافة العدد الممنوع في المغرب، وهو كان يعرف أن هذا العدد هو العدد الخاص بالمسألة الثقافية في المغرب، يعني ليس موضوع فلسطين، لا موضوع الثقافة المغربية. وهذا هو الجميل أن مجلة الكرمل الفلسطينية تنشر حول الثقافة المغربية في ذلك الوقت. معلوم لأن محمود كان من الناس المتقدمين جدا في العالم العربي، كان رجل ذكي ورجل متفتح ويفهم ما يفعل، وفهم أن هذه المرحلة هي مرحلة الثقافة المغربية، وأن وكان له ثقة كبرى في الثقافة الجديدة وفي الإخوة الذين يعملون، وبيننا صداقة ومحبة كانت كبرى، ولذلك قام بعمل عجيب. عندما تكلم معي قال لي سآتي إلى الدار البيضاء وأجلس معكم، ويوم السبت سيأتي يوم الخميس، ويوم السبت سيحمل معه الملف إلى قبرص حيث سيذهب. وفعلا يعني قمت بجمع المواد التي كانت أولا في المطبعة وطمأنيت على أنها موجودة، ثم الإخوان التقينا بطريقة قلوا احتفالية بهذا الدعم الذي وهذا التضامن الذي أتانا من محمود الدرويش، واشتغلنا بشكل متواصل حتى جاء يوم الخميس. وفعلا كان يأتي عندي إلى البيت ويجلس معنا جميعا، يشتغل معنا ويراجع ويراقب ويفهم، لأن أشياء مكتوبة بخط غير معروف إلى آخره. إذن حتى هيئنا كل شيء وأخذ الملف ونشره بكل أمانة، وعندما نشره أرسل إلى المغرب 7000 نسخة، وهذه 7000 نسخة بيعت بشكل يعني سريع جدا في رمشة عين، لدرجة أن مثلا عبد الله إبراهيم المرحوم عبد الله إبراهيم كان مشارك في العدد، كلمني وكان يبحث عن العدد كلاودي موجود في السوق، فإذا به لم يجده في السوق، وأرسل أصدقائه يبحثون عنه في المدن المغربية، وواحد من أصدقائي وجد عددا في طنجة وأتى به من طنجة إلى الدار البيضاء، قال لي وأخيرا حصلت على العدد. إذن لأقول إن العدد وجد صدى كبير في المغرب وفي العالم العربي، ويعني أعتبر أن العمل الذي قدمه الثقافة الجديدة كان تعبير عن معنى الثورة الفلسطينية والتضامن بين المثقفين الذي لم يعد موجودا الآن للأسف الشديد. هذا التضامن الكبير الذي جعلني دائما أنظر إلى محمود درويش نظرة
استثنائية بين المثقفين، لأنه كان رجل فعلا يحمل القضية الفلسطينية في أعماقه ويحملها بطريقته الشخصية الإبداعية، وكان لا يتنازل، وكان في نفس الوقت منفتح لكل حوار مع أي طرف باستثناء مع الصهاينة الذين هم متعصبون لإسرائيل وللصهيونية. بعد ذلك كان له انفتاح عجيب على الكتاب. أبا زيد، أتذكر أنه مرة كنت في باريس وزرته يوم الخميس، وكان يوم السبت تكون سهرة يجتمع فيها مجموعة من المغاربة العرب واليهود، وطلب مني أن أبقى لأحضر في هذه السهرة، واستجبت له وأنا كنت سعيد لأن كان جو جميل، وكان ذلك في بيت جيل دولوز فيما أعتقد. إذن يعني محمود درويش رجل دعم الثقافة الجديدة، ونحن من جانبنا كنا نحاول أن نعبر ما أمكن عن حبنا للقضية الفلسطينية من ناحية ثقافية، وهذا أشدد عليه. نعم، يعني قوس صغير قبل أن ننطلق إلى سؤال آخر، يعني حبذا ولو تروي لنا كيفية يعني منع الثقافة الجديدة في ذلك الوقت، سياقاتها، يعني شيء كيف توصلتم يعني قرار المنع؟ أنا توصلت في تقريبا بعد الظهر، اتصل بمدير المطبعة الحاج بمشارة ليخبرني بأنه توصل بقرار، من ليس قرار مكتوب فقط شفويا، لأن الثقافة الجديدة لا يمكن طبعها. وأيضا اتصلوا بي من شوس بريس يخبروني بأنه تم جمع العدد 30 من الأكشاك. بطبيعة الحال بالنسبة لي أول ما فعلت هو أن اتصلت بالإخوة أعضاء المجلة هيئة مجلة هيئة التحرير، عبد الله راجي، اسم عبد البكري، مصطفى المسنوي وآخرون، لأن كنا آنذاك لئة تسعت، وأخبرتهم بأنني سأتي في الصباح من أجل مرة الأشياء. لكن قبل ذلك قمت آنذاك بعد ذلك المكالمة وذهبت إلى المطبعة جريا إلى المطبعة، ودخلت لأن كنت أعرف أين توجد المواد لعدد الحادي والثلاثين وعدد المسألة الثقافية، فوجدته موجودا كاملا فأخذته، لأنه فعلا هذا كنز عمل اشتغلنا فيه أكثر من سنتين، وأعطيناه كل ما نستطيع من حيث، وكنا نعتبره انطلاقة جديدة للثقافة الجديدة، انطلاقة لأنه مثل بعد 10 سنوات بدأت تنضج عندنا مجموعة من القضايا التي يمكن أن تفتح أفقا أوسع. وكان يعني انطلاقة يعني بصدوره في مجلة الكرمة. على كل حال هذا لأن هذا حديث عن الثقافة المغربية. نعم. ذاك قبل 10 سنوات أولاً ماذا كانت الثقافة المغربية؟ ماذا كانت الثقافة المغربية في الستينيات، في السبعينيات؟ يعني كانت أشياء بسيطة جداً، وأشياء والمهمين هو الثقافة التقليدية، يعني شيء هذا. ولذلك نحن كشبان أتينا بالحماس
وبالمغامرة وبالجنون وبالجرأة وبالأسئلة، وهذا لم يكن يتسع له صدر أي طرف غير صدر مجلة ننشئها وهي الثقافة الجديدة التي سمحت لنا بأن نكتب ونعبر عن آرائنا بكل حرية، وفي صوتنا الجماعي ظهر معنى الثقافة الجديدة ليس صوت الفردي. ولذلك كان الحديث عن الثقافة الجديدة حديث طويل، لكن أخص هذه الحادثة بعينها التي هي لحظة المنع وكيف تصرفنا فيه وكيف عملنا من أجل أن ينتقل العدد إلى محمود درويش، وكيف لا يتم يعني القضاء على هذا العدد الذي كنا نعتبره جوهرة الثقافة الجديدة ربما. نعم، يعني في هذا السياق أسباب المنع، هل كان العدد الأخير نفسه يعني حول الموضوع المسألة الثقافية، أم تراكم ما قامت بنشره الثقافة الجديدة لسنوات؟ يعني أنا شخصيا أعتقد أنه هذا المنع لم يكن مبرر على أي مستوى. المشكل يبدو لي أن الذين يعني قرروا المنع، وبطبيعة الحال كان إدريس المصري آنذاك، يعني كانوا يخافون من الثقافة. الثقافة الجديدة كانت منتشرة في كل مكان. الثقافة الجديدة وصلت إلى 10,000 نسخة. الثقافة الجديدة وصلت إلى أكثر من طبعة. الثقافة الجديدة كانت تفتح الأبواب بمسؤولية. بمسؤولية لجميع الأصوات. هذا مزعج، كان يزعج ربما، ولكنه إزعاج في غير مكانه، لأنه بالعكس نحن كنا نظن أننا نفتح مرحلة جديدة من الوعي بالقضية الثقافية في المغرب، وأن الثقافة تحديد الثقافة المغربية هو شرط من شروط استقلال البلد وتحديث البلد وتقدم البلد. في الثقافة فلا يمكن أن نتكلم عن مغرب حديث بدون وجود الثقافة، والأسف هذا هو العائق الكبير الذي ما زلنا نعيشه حتى اليوم. كيف ننقل المغرب من رؤية مهما كانت الآن تقنية إلى آخره، يعني تبدو لنا حديثة، ولكن الأسس الفكرية هي أسس تقليدية. هذا هو الشيء الذي وأنا أتكلم على 84 هو سنة المنع، وإنشاء المجلة كانت في 74، بمعنى أكثر ربما تقريبا 50 سنة، تقريبا 50 سنة، 50 سنة. المغرب اليوم ليس هو مغرب 50 سنة، لكن أظن أن المسألة الثقافية ما زالت مطروحة حتى اليوم، وتحتاج فعلا إلى هذه الجرأة في التعامل مع القضايا. وأظن أن المجلة التي أعدنا طبعها كانت عبارة عن بوصلة من أجل فتح العينين على هذا الزمن الحديث والثقافة الحديثة التي كنا نحلم بها. ولهذا فهي بالنسبة حتى اليوم هي مجلة حديثة ولها قوتها، ويمكن أن نستفيد منها الآن. نعم، وبطبيعة الحال حتى تأسيسها، يعني ظروف تأسيسها كان جاء بعد منع مجلة أنفاس في ذلك الوقت، التي كانت بدورها صوتا يعني بالعربية واللغة الفرنسية، كان صوتا يعني مخالفا أو لا مغايرا في المسألة الثقافية في المغرب. لا، هو شيء آخر، أنفاس
يعني تجربة أخرى. تجربة أخرى كندوي على التأسيس ديال الثقافة الجديدة جاء بعد كان غياب تقريبا للمجلات النقدية الثقافية في المغرب. لا ولكن ليس بهذه الحتمية. نعم. ليس بهذه الحتمية. لا أريد أن أربط بينهما من أي نعم. جديد. الثقافة الجديدة شيء آخر وتصور آخر ومجموعة أخرى. نعم. ولا أريد الحديث في مسألة أنفاس لأن تلك مرحلة أنفاس كانت سياسية بالدرجة الأولى، ما كانش يعني الثقافة فيها محدودة، ولكن الجانب السياسي هو الذي كان على الغالب يعني، وكانت مهمة جدا يعني مجلة مهمة، لا يعني لا أقول بالعكس، هي كانت مجلة لها حضورها القوي في الطبعة العربية، العربية بمعنى المرحلة اللاحقة. لاحقة. لكن الثقافة الجديدة شيء مختلف تماما، لأنه ارتبطنا بالثقافة المغربية وبتاريخها وبالثقافة العربية وبالمبدعين إلى آخره، مع انفتاح على الجميع ولم نغلق الباب في وجه أي أحد أراد أن يتعامل مع الثقافة الجديدة بشرط أن يكون مع الثقافة الحديثة، ولا يكون يعني مع الثقافة التقليدية. وهذا يعني كان يزعج في ذلك الوقت بعض الأصوات التقليدية ثقافيا، يعني لا من الأحزاب التقليدية، حزب استقلال والاتحاد الوطني والاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، ولا كذلك اتحاد كتاب المغرب. نعم، ثقافة جديدة تعرضت لكثير من المضايقات كما يعبر عنها في اللغة في البيانات. يعني وأنا شخصيا تعرضت لمشاكل كبرى في، ولكن هذا موضوع آخر. على كل حال هي أزعجت الجميع في الحقيقة، الثقافة الجديدة كانت تزعج الجميع، ولست أدري يعني لماذا لم ينفتح صدر هؤلاء على شبان كانوا يحبون بلدهم ويحبون ثقافتهم، وكانت لنا يعني علاقة حميمة بثقافتنا، وأقول بدون ادعاء أننا كنا مرتبطين بالثقافة المغربية بقوة أكثر مما كان الجيل السابق علينا مرتبطا بها. نعم، نعود يعني إلى الكتاب فلسطين ذاكرة المقاومات. ختمت يعني هذا الكتاب يعني بمقالك حول في الفصل الأخير حول التطبيع وطريق الحرية. نعم. ختمت فيه عن ما أسميته بالخيانة المدعمة. نعم. ما يخص يعني تطبيع الدول العربية مع إسرائيل. ماذا تقصد يعني بالضبط بهذه الخيانة المدعمة؟ السياق. ما الذي أوصلني لأفكر في هذا الصيغة أو العبارة الخيانة المدعمة؟ وجدت أن ردود الفعل على حركات التطبيع التي بدأت، وكذلك على صفقة القرن أولا وعلى ما يعني، لأن هي مرت صفقة القرن مرت بمراحل، المرحلة الأولى الإعلان، ثم لقاء البحرين هذا الفوروم الاقتصادي، ثم إذن مراحل. هي ظلت طريقة التعبير عن مقاومة وما يحدث هي نفسها، أن هذه أشياء خيانة للقضية الفلسطينية. طيب، نحن لا نقول أن هذه خيانة للقضية، ولكن هذا لا يكفي. يجب أن نفكر في جيل الشاب، الجيل الذي لم يعيش هذه الأحداث التي أتحدث عنها، لم يعرف لا 67 ولا 82 ولا ما لاحقها ولا حتى أوسلو، لم يعرف كل هذه الأشياء. والآن هناك لغة ظهرت وهي المصلحة الوطنية، مفهوم المصلحة الوطنية. أنا أقول هناك
كثير من المعطيات تبدلت. ولكن الاستعمار الصهيوني لفلسطين وسياسة التوسعية والتطهير العرقي لأرض فلسطين لم تتوقف. لم يعني تتوسع. كذلك على المستوى العالمي، على المستوى العالمي هناك اليمين المتعصب والمتطرف هو الذي أصبح في أكثر مكان يسير دفة كما نقول مجموعة من الدول. وهناك ترامب أعطى لإسرائيل ما أسميه ما كان ينقصها لإغلاق الدائرة، دائرة يعني وعد بالفور الاعتراف بإسرائيل وتقطيع فلسطين، ثم أتت صفقة الغرب لتنهي القضية الفلسطينية نهائيا وتجعل لأعود للبداية اسم فلسطين غير موجود أو مشرف على أنه لن يبقى موجود. إذن قلت إنها خيانة مضاعفة، لأننا ننسى أن هذه الشعوب، الشعوب العربية، أنها قامت بتضحيات كبرى من أجل التحرر من الاستعمار ومن أجل استقلالها ومن أجل بناء أفق حر لا يمكن أن يكون حرا إلا بتضامنها مع الأحرار ومع القضايا العادلة. فلا يمكن بالنسبة لي أن أتخيل مستقبلا للعالم العربي منفتح على الحرية وعلى قيم الديمقراطية وعلى كما نقول الحياة المدنية والمفهوم المدني للمجتمع إذا نحن لم نعيد النظر في مسألة الحرية التي كفح من أجلها جميع أبناء الشعوب العربية. والآن نعطي انطباع بأن كل هذا كان وهم، وأن القضية الفلسطينية هي قضية من بين القضايا التي يمكن حلها من وراء الستار. لا يمكن. إن الذين يقولون هذا الكلام لا يفهمون ما معنى إسرائيل والصهيونية. اسمح لي، في كتاب دولة اليهود، وهنا أشير بين قوسين إن هذه هي الترجمة الفرنسية لدولة اليهود، وهناك ترجمة، أنا الترجمة التي أعتمدتها هي ترجمة دولة اليهود، وهناك ترجمة طبعا صهيونية ترى أن العنوان هو الدولة اليهودية وهو لا علاقة له باللغة الألمانية كما كتبها هيرزل، لأن تصوره هو دولة اليهود وليس الدولة اليهودية. في هذا الكتاب يتطرق هيرتزل لمقابلته مع السلطان التركي عبد الحميد الثاني، ويتطرق إلى مشروع إسرائيل وإقامة إسرائيل في فلسطين، رغم أنه كما قلت لم يكن له هذا التوجه التلمودي ولا النظرة التلمودية، وكان يعني متأثر بحركة الحركة القومية ل 1848. أعطي جملة قصيرة أو قولة قصيرة. جاء في إن وافق جلالة السلطان على إعطائنا فلسطين فنحن نقدر أن نتولى أمر تسوية مالية تركيا. تركيا كانت في الإفلاس المالي. إذن هو يعيد هذا هيرتزل، يعيد عبد الحميد الثاني أنه سيحل مشاكل المالية، لأن الأموال كانت هي ديون على تركيا
من طرف الأبناك اليهودية وروتشيلد في البداية. ثم يقول وبالنسبة لأوروبا سنكون هناك جزءا من الصور في وجه آسيا. لاحظ هذه الجملة. ثم وكذلك موقعا متقدما للحضارة ضد البربرية. ما أريد أن أقول أن عبد الحميد الثاني كان يدرك أن هرتزل يمكن أن يقوم بإنقاذ الأمبراطورية العثمانية بحل مشاكلها المالية، لكن ماذا كان موقفه؟ كان يقول لهرتزل خذ ما تشاء من الأرض العثمانية، ها هي العراق، ها هي سوريا، ها هي تركيا، فلسطين لا يمكن أن أعطيك الموافقة على فلسطين. جاء وقال إذا لم تعطيني الموافقة على فلسطين أنا لا يمكن أن أتفق معك. يعني إذا هذا الرجل عبد الحميد الثاني الذي قيل عنه الكثير بأنه خلق القضية الفلسطينية وباع وباع، هذا كله غير موجود بشهادة هرتزل. أنا لا أعطي الوثائق العثمانية، هذا شيء آخر. لا، فقط شهادة هرتزل. وفضل أن يضحي نقول بامتيازاته الشخصية، امتيازات الأمبراطورية، بدلا من أن يعطي فلسطين كدولة للصهيونية. إذن هذا السير نحو نسيان فلسطين، وأن فلسطين ليست فقط مكان، هي شعب، ويجب أن لا ننسى على الإطلاق هذا البعد الإنساني الذي هو الذي يجب أن نتشبث به. الحرية، العالم كله تضامن مع جنوب أفريقيا، مع جنوب أفريقيا عندما كان الأبرتايد يسيطر، وانتصرت بفضل التضامن العالمي. نعم، فلسطين ليست هي جنوب أفريقيا، ولا يمكن للعالم أن يتضامن مع الفلسطينيين بأس، لأن النفاق في كل مكان، المنافقون موجودون في كل مكان، ولهذا الكلام كلام النفاق تسمعه في كله. ولهذا أنا قلت خيانة مضاعفة، خيانة أولا لفلسطين، ثم خيانة لقيم الحرية ولما كافح من أجل الشعوب، بمعنى أننا من بعد سيصعب علينا أن نتكلم عن الحرية. أي حرية تتكلم عنها وأنت لا تساندنا قضية من أكبر مآسي الشعوب في القرن العشرين. هذا ما أقصده من هذه الفكرة، وهي فكرة الخيانة المضاعفة. طبعا هذا وجهة نظر شخصية، ولا أدعي أنها هي الفكرة الصائبة، ولكن هكذا أفكر في الموضوع. كتبت أيضا أن التطبيع يجب أن يواجه بإدانة ومقاومات هذه الخيانة للفلسطينيين وأيضا للقيم الإنسانية. كيف يمكن في رأيك سي محمد اليوم أن نقوم إنسانيا بفتح وجه الصهيوني البشع؟ ولماذا في رأيك الخطاب الديني لم يعد يخدم القضية الفلسطينية؟ أنا أولا أنا منطقي مع أنت. ما يجب أن نتوجه إليه الآن في هذه المرحلة التي تهدف إلى محو اسم فلسطين نهائيا، يجب في رأيي أن نتوجه إلى العمل الثقافي، وأن نبرز أهمية هذه المقاومات وأهمية الثقافة الفلسطينية، التاريخ الفلسطيني، القضية الفلسطينية في أبعادها المتشائمة. لأننا فقط بالدعم أو بالنضال السياسي أو النقابي أو الاحتجاج، هذا كله جيد، هذا جيد، ولكنه لا يكفي.
لا يكفي، لأننا أمام وضعية معقدة فيها الإعلام العالمي والإعلام الصهيوني والإعلام المساند للصهيونية يفترس أجسادنا في كل آن، ولا يمكن أن نترك هؤلاء الشبان، أنا أتكلم عن الشبان، وحتى مجموعة من المناضلين نقول يعني الراشدين، يعني هم الآخرون بحاجة لهذا البعد الثقافي لكي ندرك ويدركوا ولكي يتركوا القضية الفلسطينية حية، لابد من هذا البعد الثقافي. إذن أنا أركز على هذا، وكما قلت في هذه الكلمة التي قرأتها في البداية اسمك فلسطين، يعني أنا يعني هذه يعني اللي سميتها وارد ورد علي، يعني أريد لي كتاب مفتوح صفحاته بيضاء لا نهائية، لا نكتب فيه أي شيء، فقط كلمة فلسطين. أنا أريد فقط أن أقول فلسطين، إذا أخرج وأقول فقط فلسطين، ألتقي بشخص أقول له فلسطين، لا أقول له أي شيء غير هذه الكلمة، يكفي أن أقول هذه الكلمة، سواء مع مغربي، مع أوروبي، مع أجنبي، يعني أمريكي، مع صيني، مع ألماني، إلى آخره. يعني هذه الكلمة، كلمة فلسطين التي، ولكن لكي نعطيها الحمولة الدلالية، عندما أقول فلسطين سيقول ماذا تعني بفلسطين؟ ها هو، لا يمكن أن أكتفي بأن أقول إن إسرائيل، هذا كلام صحيح ولكنه لا يكفي، لأننا لا نعرف ما هي الصهيونية، لا نعرف ماذا قامت به الصهيونية، لا نعرف ماذا قامت به إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني. إسرائيل تأخذ كل شيء وتدعي أنها، أقول لك نكتة عجيبة، في أول لقاء بيني وبين سامح القاسم الله يرحمه، شاركونا في جرونوب، تحدثنا، قال لي كنكتة، قال لي أعطيك نكتة، قلت له ما هي هذه النكتة، قال لي أشهر طبق في فلسطين هو الكسكس المغربي، تعرف تحول السكس المغربي إلى طبق إسرائيلي. هذا إذا أعطيتك النموذج أقول لك لا من حيث اللباس ولا من حيث الأغاني ولا من حيث الرقصات، كل شيء تريد إسرائيل أن تستولي عليه. وأضيف في هذه النقطة إذا كان لديك قليل من الوقت. تفضل بيسر. أكيد. عندما تكلمت عن الأندلس، أنا مهتم كثيرا بالأندلس. الأندلس فيها تيار صهيوني كبير، وليس فقط في موجود في إسبانيا، بل هو منتشر في العالم ويعود، وخاصة أمريكا معلوم بأوروبا. من بين الأشياء التي يشتغلون عليها ونعرف هذه الأشياء، هي أنهم يريدون أن ينسبوا لأنفسهم كثير من مظاهر الثقافة الأندلسية إلى الإنتاج أو الإبداع اليهودي، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. عندما أقول لك إن كتاب مثلا يهودا اللوي، هذا كتب باللغة العربية وشعره باللغة العربية، وكثير من اليهود كتبوا، وكانوا جزءا من الثقافة الأندلسية، جزء من الثقافة، ولكن لا يمكن أن نقارن بينهم وبين ما أتى به المجتمع الإسلامي المسلم الأندلسي. فالآن كل شيء يقومون بالنسبة لأنفسهم، وكانت لي
مناسبات لألتقي بباحثين في أمريكا وخارج أمريكا، وهم يدعون مجموعة من الادعاءات بخصوص الثقافة الأندلسية على أن فيها جانب كبير كله تراث يهودي. هذا غير صحيح. إذن القضية الفلسطينية ومسألة إسرائيل وهذا متشعبة وعميقة الجذور، ويجب أن لا نتخيل أن مجرد ابتسامة ستجعلنا محبوبين إلى قلب الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية تشتغل بطرق متقدمة وذكية ومبرمجة عبر يعني مشاريع، تشتغل على مشاريع لسنوات قادمة. فأنا أقول هل نظل نشتغل فقط على الآني؟ لا يمكن، الآني ينتهي ونحن لا نعرف الجيل الجديد، من هو هذا الجيل الجديد والذي بعده، وخاصة هذه الشبكات الاجتماعية ويطرح أسئلة عن كل هذا. يعني حتى هذا الجيل الجديد يطرح أسئلة عن كل هذا، وفي كثير من الأحيان يتم ترويضه من قبل وسائل إعلام في مسألة الإصلاح الوطنية وإلى آخره. وهذا يعني شيء. ولا ننسى حضور اللغات الأجنبية الآن في مجتمعاتنا بصفة عامة، سواء كان الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية، وهذه كلها يعني مشحونة بوجهة النظر الإسرائيلية والصهيونية بخصوص القضية الفلسطينية. يعني واحد الوضع عندما أتأمله أجد بالفعل لا أقول أن هي النقطة الوحيدة أو المسألة الوحيدة التي يجب أن نتم بها، ولكن أقول يجب أن لا نتساهل وأن لا نستخف بها وأن لا ننظر إليها على أساس أنها قضية فقط خلاف يمكن أن يحل بلقاء كل هذا كلام. نحتاج إلى هذا البعد الثقافي، وبطبيعة الحال هناك أمل. أنا عندي أمل رغم جميع أنواع أو مستويات التشاؤم بما يحيط بنا، ولكن عندي أمل أن التاريخ لا ينسى، وأن التاريخ علما أن هناك شعوب فعلا خرجت من التاريخ. هناك شعوب خرجت من التاريخ وشعوب انهزمت ولم يعد لها وجود. وهذا الشيء موجود، ولكن شيء ما يقول لي إن الشعب الفلسطيني الذي قاوم أنواع الغزو عبر تاريخه، لأنه هو ليس فقط ابن اليوم، هو ابن ثقافة عريقة وحضارة عريقة فلسطينية، والذي له هذه الجذور الممتدة لا يمكن قطع هذه الجذور بسهولة. هذا سنختم بسؤال يعني أخير توصلت به من قبل صديق سيوا سيدو، يعني لأحد الناس الذين يتابعونا، والسي حسن الحاج، وأظن بأنك أجبت يعني بشكل ما عن هذا السؤال، هو ما هو دور المثقفين إن وجدوا في دعم القضية الفلسطينية؟ يعني شوف، أنا متواضع، أنا لا أتكلم باسم المثقفين ولا أقول، أنا أعرف المثقفين حقيقة مرتبطين بالقضية الفلسطينية وأوفياء للقضية الفلسطينية ويستمرون، وكل واحد يقوم بما يستطيع. أنا هذه يعني علاقتي بفلسطين وكتاباتي وأعمالي التي أقوم بها من أفق ارتباطي بفكرة الحرية والتضامن مع الشعوب يعني
الموجودة في هذه المآسي، وكما قلت المأساة الفلسطينية هي أكبر مآسي الشعوب في القرن العشرين، ولا تزال حتى اليوم هي هذه القضية الكبرى وربما تكون أكثر. ماذا يمكن أن يقوم به المثقفون؟ الميدان الثقافي ميدان واسع، وممكن أن تتم أشياء، وأنا يعني لدي أمل، ما لست رغم أنه غامض، في أن ربما بعد هذه الجائحة، ونتمنى لهذا العالم العربي أن يخرج من هذه الحروب ومن هذا الدمار ومن هذا يعني من التبعية المطلقة لإسرائيل ومن المآسي، من أجل أن نستعيد قليلا من تلك الحيوية التي كانت لنا في التسعينيات والثمانينيات حول القضية الفلسطينية، وربما يعني ربما نقدم شيء. ولكن اسمح لي أن أقول ربما شيء آخر في هذا البعد، وهو البعد أنا الذي أحلم به، هو البعد الثقافي العالمي مع القضية الفلسطينية. وليس لأن حسب ما أعرف أن هناك مثقفين كتاب أدباء مبدعين مرتبطين بالقضية الفلسطينية بشكل كبير جدا، وهذا ما أتمنى، أن لست أدري كيف، ولكن أتمنى أن يحدث يوم لربما جمع بعض هؤلاء في مشروع يكون مستمر. وقد سبق للفلسطينيين، قاموا بمبادرات كبرى في هذا الميدان، ولهم خبرة كبيرة لأنهم متواجدون في العالم وخاصة في أمريكا وأوروبا، ويمكنهم أن يفتحوا لنا الطريق ويقدموا لنا. وأظن أن مجموعة من المثقفين العرب هم أوفياء للشعب الفلسطيني، وعملهم في المجال الثقافي هو أول ما يجب أن يقوموا به، وهذا وجهة نظر. شكرا جزيلا سي محمد على هذا الوقت اللي عطيتينا. أيضا أذكر الشباب والمتفرجين اللي كيشوفوا معنا هذا اللقاء أن يطلعوا على هذا العمل الإبداعي الموسوعي الجميل جدا للسي محمد، والذي كان هو مناسبة هذا اللقاء الذي قمنا به اليوم. شكرا جزيلا على وقتك سي محمد، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله. أنا أيضا أشكرك الابتسامة ديالك يجب أن نحتفظ بالابتسامة. سي محمد لا سمحتي، سي محمد نعطي الشهادة سي محمد سمحتي عندي شي شهادة نعطي الشهادة بكل بساطة، بأنه أنا تتبعت الأمر في البث الحي في فيسبوك، ولم ألقى فيه إلا تعابير التقدير والحب، يعني دي ديكلاراسيون دامور كيقولوا شاعر العزيز، يعني ويقولون ويكررون هذا الكتاب جاء في وقته. هذا هو يعني اللي بغيت نلخص، يعني التعاليق الناس اللي تبعوا وهما كتار على الفيسبوك هاد المحاورة، فهي كلها ملخصة في حب، وجاء هذا الكتاب في وقته. وشكرا لك ولجميع الإخوان وهؤلاء المتتبعين، لأن في النهاية نحن محبون للحرية، محبون لفلسطين، لأن الشعب الفلسطيني شعب مظلوم، ومظلوم من طرف قوة جبارة في العالم، ولا نستطيع أن نحاربها بسهولة. ولذلك فأنا أشكرهم جميعا، وأتمنى أن يقرأوا بدل فقط من أن يكتفوا بالتضامن شعوبيا،
نحن محتاجين إلى القراءة والقراءة والقراءة من أجل أن نكون أقوى وأكثر عددا من مع القضية الفلسطينية ومن أجل الفلسطينيين جميعا. شكرا أخي محمد، وهذا أفضل ما يمكن أن نختم به هذا اللقاء. شكرا عزيزي. شكرا لك أنت أيضا. تحياتي.